السلام عليكم يا باشمهندسين. ان شاء الله النهارده هنتكلم على اساينمنت رقم 2 عندنا في الشيت، الاساينمنت الخاص بالجراوند ووتر او الويلز كمصدر من مصادر الميه اللي اقدر اعتمد عليها في ان انا اعمل محطه او اقدر اصمم محطه تنقيه ميه تخدم مدينه او قريه او مجتمع معين. تمام، زي ما احنا عارفين طبعا مصادر المياه عندنا زي السيرفيس ووتر، زي عندنا في مصر هنا زي نهر النيل، او لو عندي ترعه كبيره او عندي رياح ممكن ان انا اقدر برضو في بعض الاوقات اعتمد على الجراوند ووتر او الويلز كمصدر من مصادر المياه بتاعتي لو انا القريه او المدينه اللي انا بهدف ان انا اعمل لها المحطه بتاعتي بعيده عن اي سيرفيس ووتر، وبالتالي بلجأ للابار الجوفيه في ان انا استخدمها كمصدر من مصادر المياه بتاعتي. طبعا احنا عارفين ان احنا زي ما خدنا في المحاضرة ان الابار بتاعتي بتنقسم لقسمين او لنوعين، النوع الاولاني اللي هو الارتيزن او البريشر ويل، والنوع الثاني اللي هو الجرافيتي او اللي هو الاوردينري ويل. ونوع الويل بيعتمد على نوع الطبقة الحاملة للمياه اللي هي بنسميها عندنا الاكوفر وظروفها، بمعنى ان انا لو عندي مثلا الاكوفر بتاعي اللي هو الطبقه الحامله للمياه محاطه ما بين طبقتين من امبيرفيس لير، طبقات غير منفذه للميه، عندي طبقه ميه او طبقه تربه ماشيه فيها الميه ومن فوقيها ومن تحتها طبقات غير منفذه للميه، لو انا حاولت جيت ادق بير في الطبقه دي هلاقي ان الميه بتبقى مش قادره لا تطلع لفوق ولا تحت، واول ما ادق فيها البير بلاقي الميه طلعت لمستويات او طلعت لليفلز اعلى من الليفلز اللي هي موجوده فيه. ده يدل على شيء، يدل ان هي اساسا هي في الاول ما او في البدايه هي ما كانتش قادره تتحرك نتيجه ان في طبقه من فوق وطبقه من تحت حاكماها، فالميه مش قادره تتحرك. اول ما هديها فرصه انها تتحرك هلاقي ان الميه بترتفع في الويل اللي انا بقدر بعد كده بدقه في الاكوفر ده عشان اقدر استخرج الميه من الاكوفر ده. تمام، فاول نوع عندنا اللي هو البريشر او الارتيزيان، ده اول ما بلاقي الاكوفر بتاعي محاط بين طبقتين امبيرفيس لاير. طبعا احنا اخدنا في السويل الحاجات الامبيرفيس لاير او النوع من انواع السويل الامبيرفيس لاير، زي مثلا الكلي الطين، زي الروك. فالطين والروك اول ما بلاقيهم بعرف ان دول امبيرفيس لير، وبالتالي لو عندي طبقه اكوفر محصوره ما بين الطبقتين دول يبقى الويل اللي انا هقدر انا او هدقه في الاكوفر ده هيبقى ارتيزان او بريشر. لكن لو انا ما عنديش بقى النوع الاخر، بقى لو انا ما عنديش طبقه حكمالي اللير من فوق ومنسوب الماء بيقدر يطلع وينزل براحته، ولو انا حبيت ادق وير او ادق سوري ويل في الاكوفر ده هلاقي ان الميه بتطلع وتنزل عادي جدا مع او مع منسوب الميه حوالين الويل ده، وبالتالي ده بنسميه اوردينري ويل او جرافيتي ويل، لان مفيش حاجه حاكماه، الميه بتطلع وتنزل عادي براحتها جدا، مفيش اي طبقه حاكماها، وبالتالي مفيش الميه ما فيهاش بريشر بحيث ان انا اول ما ادق بير او اول ما ادق بير فالميه تطلع لليفلز ثانيه، لا هي الميه بتطلع وتنزل عادي براحتها جدا، فده الجرافيتي ويل او ده الاوردينري ويل. طبعا احنا في شويه مصطلحات عندنا في المحاضره زي الاتش كابيتال والاتش سمول والار كابيتال والار سمول والكي، كل الديفينيشنز دي او كل المعطيات دي او كل السيمبلز دي لازم نكون عارفين ايه هي معناها، وده طبعا دكتوره منى شرحته باستفاض كبير جدا في المحاضره. احنا هنخش على طول، دي كانت مقدمه بسيطه جدا، هنخش على طول في الشيت بتاعنا. المساله رقم واحد عندنا في الشيت بتقول انا عندي جرافيتي ويل الديامتر بتاعه 20 سنتي، بيخترق طبقه اكوفر دبس الميه فيها خمسه او دبس الميه 25 متر. في حاجه اسمها الدرو داون، والدرو داون دي زي ما اتفقنا في ديفينيشنز موجوده في المحاضره لازم ايه نرجع لها تاني. تمام، فالدرو داون ده بيقول لي ان هو 4 متر لما كان الديسشارج اللي طالع من الويل ده 2250 متر مكعب في اليوم. بيقول لي assuming that radius of influence، وده طبعا برضو ده definition تاني موجود في المحاضرة، radius of influence اللي هو الار كابيتال برضو نرجع له في المحاضرة ونشوف هو عبارة عن ايه. بيقول لي assuming radius of influence is constant find the discharge when the drawdown is 6 متر. تمام، يبقى انا عندي two cases، عندي case
اللي هو الدرو داون ب4 بيطلع لي الويل ديسشارج مقداره 2250 متر مكعب يوم. قال لي طيب ثبت لي الريديوس اوف انفلونس ده وارجع احسب لي الديسشارج لما يكون الدرو داون 6 متر. طب تعالى نشوف المساله بتتحل ازاي. اول حاجه هو قايل لي ان هو جرافيتي ويل، يبقى اول حاجه لازم احدد نوع القانون بتاعي، القانون اللي انا اكتبه. ناخد بالنا جدا من الفرق ما بين القانون بتاع الجرافيتي ويل والقانون بتاع الارتيزن ويل. فالجرافيتي ويل بيقول ايه؟ ان الكيو ويل بتساوي باي في كي في الاتش سكوير ماينس الاتش سمول على لين ار على ار كابيتال على ار سمول. اتفقنا السيمبلز دي هنرجع تاني للمحاضره ونشوف بتعبر عن ايه. تمام، انا خلاص هنا يعتبر كاننا مذاكرين، فهنخش نحل المساله على طول. طيب في الكيس الاولاني بيقول ايه؟ انا عندي درو داون 4 متر. طيب كان منسوب الميه الاتش كابيتال بقى عندي في المساله كان عباره عن ايه؟ عباره عن 25 متر. فلما اطرح منه الدرو داون 4 متر هلاقي ان الاتش سمول 1 بقى عشان دي الكيس الاولانيه هتبقى عباره عن 21 متر. تمام، طيب عايز اطبق بعد كده في المعادله بتاعه الجرافيتي ويل، يبقى باي في كي. طبعا هو مش جايب لي معلومه عن الكي، مش جايب لي معلومه عن الار سمول، هو جايب لي بس الار كابيتال والاتش كابيتال والاتش سمول. انا هكتب المعادله بتاعتي وهعوض فيها زي ما هو مديهاني، باي في كي 25 سكوير ماينس 21 سكوير على لين ار على ار بتساوي 2250 متر مكعب يوم. لو انت حابب تحولها تخليها متر مكعب سكند هنقسمها على 24 في 60 في 60. طيب ايه اللي معلوم عنده وايه اللي مش معلوم؟ اتفقنا انا معيش لا كي ولا معايا ار كابيتال، ممكن اعوض بار سمول براحتك، ممكن تعوض بيها ممكن ما تعوضش، بس احنا ممكن نحسب الحسبه دي كلها اللي هي باي كي على لين ار كابيتال على ار سمول، بما هو بما انه قايل لي ان الريديوس اوف انفلونس كونستانت. فخلاص انا هحسب الرقم اللي هيطلع لي بدلاله مين؟ بدلاله الترم ده اللي هو باي كي لين ار على ار بيساوي 1.415 في 10 اس ناقص 4. تمام، طيب ده في الكيس الاولاني. تعال بقى نكتب المعادله الثانيه او المعادله رقم 2 في الكيس رقم 2 بتقول ايه. قبل ما نكتب المعادله تعالى نحسب الدرو داون، او تعالى نحسب الاتش سمول الناتج من الدرو داون في الكيس رقم 2. طيب بيقول لي في الكيس رقم 2 عايزين نحسب الديسشارج لما الدرو داون هيبقى 6 متر. طيب انا عندي الاتش كابيتال 25 ودي ثابته، هطرح منها ال 6 متر اللي هو الدرو داون في الكيس رقم 2 هيطلع معانا ان الاتش سمول 2 9 او 19 متر. نكتب المعادله بتاعتنا بتقول ايه بقى؟ ان طبعا خلاص احنا اتفقنا ان الكيو ويل هتتغير، طالما انا غيرت الدرو داون يبقى الكيو بتاعتها هتتغير، عشان كده اسميها كيو ويل داش. هكتب المعادله بتاعتي عادي باي كي اتش سكوير ماينس المره دي بقى اتش 2 سكوير على لين ار على ار. انا كنت حاسب الترم ده كله حاسبه من المعادله اللي فوق دي، عوضت بيه زي ما هو، ولكن غيرت الاتش كابيتال هتفضل ثابته، غيرت الاتش سمول 2 بدل ما هي كانت 21 في الحاله الاولانيه في الحاله الثانيه هتبقى 19 سكوير. مجرد ان انا جبت الترم ده عوضت بيه هنا حسبت بيه الاتش داش ويل تطلع معانا 3228 متر مكعب يوم. في واحد ممكن يقول لي والله يا باشمهندس احنا ممكن نحلها حل تاني. ازاي؟ انا هكتب المعادله الاولانيه دي تمام، وهكتب المعادله الثانيه دي واقسم المعادلتين على بعض، هيتفضل ايه؟ الباي كي هتروح مع الباي كي واللين ار على ار هتروح مع اللين ار ار على ار، هيتبقى لي ايه؟ الكيو ويل الاولانيه اللي هي 2250 والاتش كابيتال ناقص اتش 1 اتش كابيتال سمول ناقص اتش 1 سمول اتش 1 سمول سكوير على كيو ويل داش اللي انا عاوزها، والاتش كابيتال سمول هي ثابته 25 ناقص الاتش سمول 2 اللي هي 19 سكوير، هتبقى معادله في مجهول واحد بس اللي هي كيو داش ويل، واقدر بعد كده اطلع كيو ويل داش عادي جدا زي ما احنا طلعناها من شويه. ده كان فيما يخص المسألة رقم واحد في الشيت عندنا. المسألة رقم اتنين يا باشمهندسين يمكن مسألة مهمة شوية، بتقول لي إن أنا عندي افريج انوال ووتر كونسامبشن 150 لتر بالكابيتا بير دي لمدينة عدد سكانها 100,000 كابيتا. المفروض إن أنا أصمم أو مطالب إن أنا أصمم كوليكشن وورسك، أو من الآخر كده عايز أصمم محطة. المحطة دي خلاص زي ما إحنا اتفقنا إن إحنا هنعتمد على الجرام ووتر، وبالتالي أنا عايز النمبر أوف ويلز والديستريبيوشن بتاعتهم جوه الويل اريا. انا عندي محطه وبالتالي لازم اعمل لها زي سور يحميها، فانا عايز اعرف النمبر فيل قد ايه والاريا اللي انا هقدر اعمل عليها المحطه دي قد ايه، باستخدام قايل لي هنا في المساله باستخدام ارتيزيان ويل نونج ذات ان الثيكنس اوف الكونفايند اكوفر 10 متر،
خلاص هو حدد لي ان هو ارتيزيان ويل، وبالتالي ابتدى بقى يديني الجيفنز بتاعت الويلز بتاعته اللي هي المعلومات بتاعته بقى. الجيفنز عباره عن ايه؟ قال لي الثيكنس بتاع الكونفايند اكوفر 10 متر. اتفقنا لما يكون عندي كونفايند اكوفر، يعني ايه كونفايند؟ يعني محكوم من فوق ومن تحت بطبق امبيرفيس لاير، يبقى الويلز اللي انا هعملها فيها عباره عن ارتيزيان ويل او بريشر ويل. تمام. الدرو داون 9 متر. الكوفيشن اوف برميابيلتي بتاعت السويل حواليا 34 متر مكعب لكل متر مربع في اليوم. الريديوس بتاع الويل 18 من 100 متر، والديامتر بتاع الانفلونس 200 متر. وناخد بالنا جدا، انا كاتب لك هنا ايه؟ المساله اللي فاتت كنت كاتب لك الراديوس اوف انفلونس، المره دي كاتب لك الديامتر اوف انفلونس، عشان كده احنا بنضحك عليك في اللفظ. ممكن اجيبها لك ديامتر، ممكن اجيبها لك راديوس، فلازم انت تاخد بالك وانت بتحل المساله او وانت بتقرا الجيفن بتاعت المساله. تمام. بعد كده بيقول لي اف ذا ريكوايرد مانومتريك هيد 32 متر، كالكوليت الباور كونسامشن فور البامبنج ستيشن اسيومنج الايتا بامب 0.75 والايتا موتور 0.9. من الاخر هو قايل لي صمم لي المحطه دي، طلع لي النمبر اوف ويلز، هتوزعهم لي في اريا قد ايه، وبعد كده احسب لي بقى الطاقه الميكانيكيه الناتجه عن المحطه دي، واحسب لي الطاقه الكهربيه برضو الناتجه عن المحطه دي، عشان بعد كده اقدر اطلع عليها كوست او اقدر اطلع عليها تكلفه واوبريتنج كوست و اوبريشن كوست و مينتنس و مينتنس للمحطه دي بعد كده، لو انا حابب عايز اشوف انها تكلفنا قد ايه بعد كده. تمام. يبقى اول جزء في المساله عندنا ان انا عايز اعرف النمبر في الويلز اللي انا محتاجها والديستريبيوشن بتاعتها. تمام. طيب اعرف النمبر في الويلز ازاي؟ انا لازم يكون عندي حاجتين. اول حاجه لازم احسب الكيو الويل الواحده، او الويل الواحده هيطلع لي كيو قد ايه. تمام. يعني الكيو اللي انا هعمله ان شاء الله بالجيبنز اللي هو مديها لي اللي هو الثيكنس والاكوفر والدرو داون والكي، هيطلع لي كيو قد ايه. وبعد كده انا عايز اعرف بقى المدينه بتاعتي محتاجه كيو قد ايه. بقى المدينه محتاجه كيو قد ايه، فانا لو قسمت بقى المدينه محتاجه كيو قد ايه على الكيو اللي بيطلعها الويل الواحد، اعرف انا كده محتاج كام ويل عشان اقدر اخدم المدينه دي. طب تعالى نشوف انا عندي ايه نوع الويلز. عندي ارتيزن ويلز. يبقى هكتب القانون بتاع الارتيزن ويلز بيقول ايه؟ 2 باي كي في بي. ايه بقى البي الجديد بتاعنا ده بقى؟ ده البي ده اللي هو الثيكنس بتاع الاكوفر بتاعنا او الكونفايند اكوفر في الاتش ماينس اتش على لين ار على ار. تمام. نعوض في المعادله 2 في الباي في الكي بتاعنا 34 في الثيكنس بتاع الاكوفر 10 متر مضروب في الدرو داون 9 متر على لين ار على ار. ناخد بالنا انا جيت في المساله وقلت لك الديامتر اوف انفلونس 200، يبقى لما اجي اعوض بيها في المعادله هنا اعوض بايه؟ اعوض ب 100 مش بال 200، يبقى دي فيتا ميستيك على طول بنغلط فيها، فناخد بالنا واحنا بنعوض. يبقى لين ار على ار طلع معانا ان الكيو اللي انا محتاجها 3040 متر مكعب يوم. حلو. يبقى ده الويل الواحد بيطلع الكميه دي. طيب المدينه بقى محتاجه كميه ميه قد ايه؟ يبقى بنحسب حاجه اسمها الكيو سيتي، الكيو اللي هي محتاجه المدينه. واحنا اتفقنا وانا بصمم محطه ميه اخدنا الاسبوع اللي فات كذا افريج كذا ماكسيمم بنصمم عليهم، وعلى حسب الحاجه اللي انا بصممها بشوف الماكسيمم بتاعها ايه. فاحنا اتفقنا من الاسبوع اللي فات ان انا وانا بصمم محطه ميه بصمم على حاجه اسمها كيو ماكسيمم مونثلي. كيو ماكسيمم مونثلي، مونثلي اللي هو انا بجيب بيبقى عندي زي ما احنا شايفين في المساله عندي جيفن 150 لتر بالكابيتا، ده الافريج انوال. عشان احول الافريج انوال ده لماكسيمم مونثلي بضربه في كام؟ بضربه في 1.4. اذا يبقى انا بحسب الكيو سيتي عباره عن ايه؟ او هنسمي بقى الكيو سيتي دي بقى الكيو الماكسيمم مونثلي، يبقى 1.4 بضربها في الكيو افريج في البوبيوليشن هيطلع معانا 21 متر مكعب في اليوم، 21000 متر مكعب في اليوم. اذا السيتي بتاعتي محتاجه 21000 متر مكعب، الويل الواحد بيطلع 30 3040. اذا يبقى النمبر اوف ويلز قد ايه؟ هقسم الكيو بتاعت السيتي على الكيو بتاعت الويل هيديني 6.9 تقريبا، محتاج 7 ويلز. يبقى اذا عشان اقدر اخدم المدينه دي بالعدد السكان ده بالافريج انوال كونسومشن ده، يبقى انا محتاج قد ايه؟ محتاج 7 ويلز. تمام. طالما احنا قربنا الحاجه، يعني انا حسبت 6.9 طالما قربتها خليتها 7، لازم ارجع احسب مين؟ لازم ارجع احسب الكيو اكشوال اللي طلعها لي الويل. يبقى هقسم ال 21000 على 7، يبقى الويل الواحد هيطلع لي فيما يقارب 3000 متر مكعب يوم. ده كان بيخص الجزء الاول في الديزاين بتاعنا اللي هو النمبر في ويلز. تمام. ناقص لي الديستريبيوشن بتاعتهم، انا بوزع بقى الويلز دي في اريا قد ايه. تمام. احنا بقدر الامكان بنحاول نخلي الاريا بتاعتنا اريا مربعه. ازاي يعني؟ بحاول بقدر الامكان اخلي الطول بيساوي العرض.
تمام. طب اعملها ازاي دي؟ انا طبعا طلع معايا النمبر في ويلز 7، حاول تاخد السكوير روت كده للسبعة، هيطلع رقم ما بين الاتنين والتلاتة. انا برص الويلز بتاعتي ازاي؟ انا برصهم بنظام الاستاجر. يعني استاجر يعني مثلا زي ما يعني دلوقتي باشمهندسين، مثلا انا طلع دلوقتي معايا 7 ويلز، اتفقنا هناخد السكوير روت، هيطلع لي رقم ما بين الاتنين والتلاتة. فانا هرسمهم ازاي؟ انا هحط الرؤوس الويلز بتاعتي، او احط الويلز بتاعتي على رؤوس مثلث متساوي الاضلاع زوايا 60، هحطهم زي ما قلنا بالستاجرد. انا دلوقتي طلع معايا عدد الويلز من 2، او عدد الويلز 7 لما جيت خدت السكوير روت طلع من 2 ل 3. فانا هرسمهم ازاي؟ هحط 2 بينهم 3 وارجع احط تاني كام؟ احط تاني 2. احنا اتفقنا نحط الويلز على رؤوس مثلث متساوي الاضلاع، بمعنى انا عندي اهو دلوقتي مثلث متساوي الاضلاع، المسافه بين كل ويل والتاني اتفقنا ان الويل بيبقى حواليه ريديوس اوف انفلونس، او انفلوس لريديوس اتفقنا ان هو ار، وبالتالي كل ويل عنده ار من هنا وار من هنا، يبقى المسافه اللي المفروض اسيبهم بين كل ويل والتاني كام؟ 2 ار. لو انا عندي ويل او عايز احط سور حوالين الويلز دي عشان احافظ عليها، وبالتالي السور ده لازم يبعد مسافه عن ايه؟ عن الويل، لازم يبعد مسافه ار، تمام؟ يبقى بمعلوميه الارز دي وبمعلوميه حساب المثلثات اقدر احسب المسافه بين كل ويل والتاني، وبرضه اقدر احسب المسافه بين الويل ده والويل ده بنظام الاستجر، يطلع معانا روت 3 ار عن طريق حساب المثلثات. فلو جيت في المساله وطلبت منك ان انت تحسب لي الويلز اريا، او الويل الاريا اللي المفروض احاوطها، احاوط الويلز بيها عباره عن ال او لينس في ويدث، وجيت قلت لك مثلا تعالى نجرب هنا، مثلا عايز احسب الاريا دي، فجيت قلت لك احسب لي اللينس، اللينس هتحسبه ازاي؟ هتقول والله يا باشمهندس اللينس عباره عن ايه؟ 2 ار وادي 2 ار وادي ار وادي ار، يبقى اذا انا عندي كام؟ انا عندي 2 ار و2 ار، ادي كده 4 ار وار وار، يبقى انا عندي كده كام؟ عندي 6 ار، يبقى اللينس بتاعي عباره عن كام؟ عباره عن 6 ار. طيب وبالنسبه للويت بتاعي، الويتس بتاعي انا عندي ار من ناحيه فوق اهي من ناحيه الويتس او من ناحيه الويل لحد السور، وعندي ار من تحت، وعندي جذر 3 ار من هنا، وعندي جذر 3 ار من هنا، يبقى عندي 2 جذر 3 ار، يبقى اذا الويتس بتاعي عباره عن 2 ار زائد 2 جذر 3 الار. الجزء الثاني من المساله بيقول لنا بقى ان انت مديك بقى مانومتريك هيد ومديك الايتات بتاعتك، عايزك بقى تحسب لي الباور كونسومشن بتاعت المحطه دي. والباور كونسومشن دي عباره عن حاجتين، عايزك تحسب لي الميكانيكال باور اللي هو الهورس باور، والجزء الثاني عايزك تحسب لي الالكتريك باور، تمام؟ طيب المعادلات بتاعت الهورس باور والالكتريك باور هما معادلات حفظ، تمام؟ طيب المعادلات دي بتقول ايه؟ اول معادله عندنا بتاعت الميكانيكال باور اللي هو اتش بي بتقول ان انا بنقل ايه؟ انا بنقل ميه، يبقى الجاما عباره عن جاما ووتر مضروبه في الكيو كميه الميه اللي انا بنقلها، تمام؟ مضروبه في الاتش مانومتريك على مقسوم على ال 75، وال 75 ده ثابت، مضروب في الايتا، الايتا بامب بتاعتي او الكفاءه بتاعت الترومبه بتاعتي، تمام؟ عشان اطبق المعادله دي في بعض الكونديشن او في بعض الحاجات اللي لازم اخد بالي منها وانا بعوض. اول حاجه يا باشمهندسين، الجامه دي لازم تكون 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب، احنا طبعا عارفين ان كثافه الميه 1 طن لكل متر مكعب. لا، انت هنا بتعوض عنها بكام؟ بتعوض عنها ب 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب. تاني حاجة ودي ناخد بالنا منها عشان على طول بنغلط فيها، ان الكيو بتاعتنا اللي انا بتاعت المحطة بتاعتي لازم تكون الوحدات بتاعتها متر كيوب بير سكند، متر كيوب بير سكند. انا وانا بصمم المحطة بتاعتي عارف ان الكيو بتاعتها 21000 متر مكعب في اليوم، لازم اخليها متر مكعب بير سكند، فاقسمها على 24 في 60 في 60، وبعد كده اضربها في المتريك هيد بتاعي، واقسمها على 75 في الايتا بامب، طلع معانا 138.3 هورس باور، تمام؟ طيب عايز احسب بعد كده الالكتريك باور، الالكتريك باور بتبقى معتمدة على الهورس باور، بضرب فيه 1.1، ال 1.1 عبارة عن فاكتور اوف سيفتي، باخد 10% فاكتور اوف سيفتي، فاضرب 1.1 في الاتش باور اللي انا حاسبها ال 138.3، وارجع اقسم على 1.34 عشان ارجع بقى احول اليونتس بتاعتي للانترناشونال تاني، واقسم على الايتا موتور اللي هي كانت جيفن 0.9، هيديني 126 كيلو وات ساعه. هي المساله رقم 3 يا باشمهندسين في الشيت عباره عن مديني جسه ومديني تتابع السويل في الجسه دي، بمعنى على سبيل المثال مثلا انا مثلا من ديبس من 0 ل 2، التايب بتاع السويل عباره عن فيل اللي هو الردم، الكي او الكوفيشن برميابيلتي عباره عن 37، من 2 ل 9 سيلت، من 9 ل 22 سيلت كلي، وهكذا كلي ساند كلي.
تعال نبص كده من تتابع من تتابع اللايرز بتاعتي بتاعت السويل في الجثه، هلاقي ان انا عندي قبل الاخير كده عندي طبقه ساند محصوره ما بين طبقتين كلي. طبعا احنا عارفين الكلي الكوفيشنت بيرميابيلتي بتاعه ضعيف جدا، ادي 5 وادي 6، فاقدر كده استنتج كده من الجيفن بتاعت المساله ان والله ممكن تكون انا عندي عرق رمله ماشي فيه ميه، وبالتالي لو انا حاولت ان انا ادق فيه ويل ممكن يطلع لي ارتيزيان ويل. تمام، هو في المساله هنا قايل لي ايه؟ هو مش سايبني الفرضيات، هو قايل لي ان في جثه اتعملت والمفروض ان انا هعمل ارتيزيان ويلز في المكان ده. تمام خلاص، يبقى هو حدد لي انا عايز ارتيزيان ويل، فانا عارف خلاص ان الطبقه الحامله للميه بتاعتي عباره عن ايه؟ هي طبقه السند. ليه طبقه السند؟ عشان هي محصوره ما بين طبقتين امبيرفيوس لير اللي هي الكلي من فوق والكلي من تحت، يبقى انا عندي طبقه او عندي كونفايند اكوفر، وبالتالي الويل اللي هيتعمل فيه عباره عن ارتيزيان ويل. بيقول لي ان البيزومتريك سيرفيس اللي هو منسوب الميه 5 متر تحت سطح الارض، وده برضو انديكيشن تاني ان انا لو عملت الويل ده او لما اجي اعمل مثلا الويل ده ان شاء الله ان منسوب الميه هيرتفع لحد لما يوصل ل 5 متر تحت سطح الارض. تمام، والمطلوب مني ان انا find the suitable diameter of the well to get a discharge of 1750 متر مكعب في اليوم at a drawdown 6 متر و radius of influence 310 متر. بمعلومية working hours، ويمكن دي حاجة جديدة ان هو بيقول لي ان المحطة اللي ان شاء الله او الترمبات اللي هتتحط على الويلز دي هتشتغل لمدة 16 ساعة فقط ومش هتشتغل على مدار اليوم. تمام، طب تعالى نبص على الحل كده. هو الحل عبارة عن ايه؟ الحل كله عبارة هيبقى عن سطر واحد فقط، هو المطلوب ان انا اعرف الديامتر بتاع الويل ده. تمام، طيب ايه هو القانون بتاعنا؟ بيقول ايه؟ 2 باي كي في بي في الاتش ماينس اتش على لين ار على ار. 2 باي عندي الكي، انهي كي بقى؟ هي الميه بتاعتي ماشيه فين؟ انا بسحب الميه بتاعتي من فين؟ الميه ماشيه عندي في الطبقه بتاعت مين او العرق بتاع مين؟ بتاع السند. يبقى الكي بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن ال 32 متر مكعب لكل متر مربع يوم. تمام، طيب سيبنا من حكايه الاسم دي، هقول لك انا ليه قسمتها على 24 دلوقتي. تعال نكمل التعويض بتاعنا، هضربها في البي. البي اللي هو مين؟ الثيكنس بتاع الاكوفر اللي ماشي في الميه. تمام، طب تعال نبص الميه ماشيه في السند من دبس كام لكام؟ من دبس 31 لحد 47. يبقى اذا الثيكنس بتاع الاكوفر ده عباره عن ايه؟ عباره عن 31 ناقص 47 ناقص 31 يبقى 16 متر مضروب في الاتش ماينس اتش، واتفقنا اتش ماينس اتش ده اللي هو الدرو داون اللي هو مدوني جيفن في المساله ب6، مقسوم على لين ار كابيتال على ار سمول. الار كابيتال هو جايب لي هنا، ناخد بالنا انا هنا مديك بقى ريديوس اوف انفلونس هنا 310 متر مقسوم على الار سمول اللي هو عاوزها، بتساوي ايه بقى؟ المفروض ان الكيو اللي طالع لي من الويل ده او المفروض يطلع لي من الويل ده عباره عن 1705. تمام، طيب انت بصيت هنا لقيت ان انا قاسم ال 32 على 24 وقاسم ال 1750 على 16. تمام، اتفقنا ان الترمبات شغاله قد ايه؟ هي مش شغاله على مدار اليوم، شغاله لمده 16 ساعه فقط، وبالتالي هقسم الكيو على كام؟ ما الكيو دي هي اللي بتطلع لي الترمبات، والترمبه شغاله كام؟ 16 ساعه. اذا انا هنسبها، يبقى هقسم الكيو دي على كام؟ على 16. تمام، طيب الكي هنا هل ينفع التربه بتاعتي اشغلها عدد ساعات وعدد ساعات؟ لا ما ينفعش، الكي ده حاجه مميزه للتربه بتاعته، وبالتالي ما ينفعش اقسمها على كام؟ على ايه؟ ال 16. فهقسمها على كام يا باشمهندسين؟ هقسمها على 24. من الاخر كده انا بالظبط كده نسبت او عايز اعرف كميه الميه اللي هتطلع لي على مدار قد ايه؟ على مدار 16 ساعه فقط وليس 24 ساعه، لان التربات بتاعت اتفقنا شغاله كام؟ 16 ساعه بس. لكن التربه لا، التربه عادي دي حاجه 24 ساعه، ما اقدرش اتحكم في التربه واقول لها لا اشتغلي 16 ساعه اشتغلي 18 ساعه، لا التربه شغاله او التربه عندي 24 ساعه. عشان كده انا نسبت وقسمت هنا على 24 وقسمت هنا على كام؟ على 16، بقت معادله في مجهول واحد فقط هو الار سمول. عن طريق الكالكوليتر اقدر احسب شيفت سولف الار تطلع معانا 0.2، ما اقفش لحد هنا، هو طالب في المساله الديامتر، يبقى هضرب ال 0.2 في 2 يبقى الديامتر بتاع الويل بتاعي عباره عن 0.4. نيجي يا باشمهندسين لاهم مساله عندنا في الشيت اللي هي المساله رقم 4. المساله دي يمكن يكون فيها فكره معينه كده يعني عايزين نوصلها. الايكويشن وانت بتستنتج الايكويشن بتاعت الجرافيتي ويل والبريشر ويل،
الايكويشن دي يا باشمهندسين فاليد لاي نقطه على الكيرف، مش شرط تكون اول نقطه زي ما احنا كده بنطبقنا في الايكويشن اللي طبقنا في المعادلات اللي فاتت، سوري في المسائل اللي فاتت، ان مش شرط يكون اول نقطه واخر نقطه عشان اطبق عليهم او المعادله تبقى فاليد، اي نقطتين على الكيرف ده ينفع ان انا اطبق عليهم الايكويشن بتاعتي. ويمكن المساله دي بتتعرض للحته دي، تمام؟ تعالى كده نبص سريعا كده على المساله دي بتقول ايه. بتقول لي عندي ويل 12 انش ان دايمتر، طبعا احنا عارفين او يعني عشان نحول الانش ده لسنتي عشان يطلع لنا ارقام صحيحه، فانا هضرب الانش عشان احول سنتي هضرب في 25، فتبقى ال 25 في 12 عشان يديهولي بالسنتي. بيقول ان الويل ده بقى بنتريت 25 متر انتو ووتر تيبل اوف ان كونفايند اكفر. طبعا خلاص احنا ترجمنا وكبرنا، عرفنا ان بنتريت 25 متر ده بنترجمه ل اتش كابيتال، تمام؟ ان كونفايند اكفر، يبقى انا عارف ان الويل اللي انا هزرعه في الاكوفر ده هيبقى عباره عن جرافيتي ويل او اوردينري ويل. بيقول ان البرميابيلتي بتاعتي الكي بتاعتي 30 متر مكعب لكل متر مربع في اليوم. نيجي بقى للحته دي بقى، بيقول لي الدرو داون بتاعي لما كان 3 متر، او الدرو داون كان 3 متر لما انا بعدت عن الويل بتاعي مسافه 60 متر. يعني على مسافه 60 متر من الويل كان الدرو داون قد ايه؟ كان 3 متر. طبعا احنا عارفين كل ما بقرب ناحيه الويل اللي بيحصل الدرو داون بيزيد. فبيقول لي طب لما انا كنت على مسافه 15 متر من الويل كان الدرو داون عباره عن كام؟ كان عباره عن 5 متر. المطلوب ان انت تحسب لي بقى، المطلوب ان انت تحسب لي اليلد بتاع الويل. اليلد ده المقصود بيه اللي هو الديستشارج اللي هو كيو ويل. تاني حاجة عايز احسب الهايت اوف ووتر افتر بامبنج ات ذا ويل، طبعا هنا بنترجمها لايه؟ من اتش سمول. وبعد كده عايز احسب الراديوس اوف انفلونس بتاع الويل ده، تمام؟ ناخدها واحدة واحدة. تعال نبص كده، اول حاجة عايزين نحول بقى الانش ده لسنتي. اتفقنا ان انا هنا مديهولك ان هو عباره عن ايه؟ عن ديامتر. انا هستخدم مين؟ الريديوس. فخلاص قسمت ال 12 على ال 2 يبقى 6 انش، 25 يبقى 150 سنتي او 0.15 متر، تمام؟ اتفقنا ان الاتش كابيتال عندي عباره عن كام؟ عباره عن 25 متر. طب تعالى نبص على الجيفنز بتاعتي، بتقول لي ايه؟ بيقول لي والله يا باشمهندس ان لما كنت على مسافه ار 1 اللي هي 60 متر من الويل بتاعي كان الدرو داون 3. طيب ممكن تحسب لي بقى الاتش سمول؟ يبقى الاتش سمول اطرح من الاتش كابيتال، الدرو داون 3 متر بتاعي هيديني اتش سمول، يبقى الاتش 1 بكام؟ ب 22 متر. طب تعالى نبص على المسافه الثانيه، بيقول لي والله لما كنت على مسافه 15 متر بقى من الويل كان الدرو داون عباره عن كام؟ عن 5 متر. اذا عشان احسب الاتش 2 بتاعتي يبقى ال 25 إيه، طبعا هي معلش انا في غلطه، دي اتش 2 مش اتش 1. الاتش 2 25 ناقص الخمسه هيديني 20 متر. طب تعالى بقى نطبق المعادله بتاعتنا. المعادله بتاعتنا بتقول ايه؟ الكيو ويل بتساوي باي كي اتش 1 سكوير، الكورسبوندنج ليها ار مين؟ ار 1. يبقى طالما اتش 1 هنا يبقى لازم يكون تحتها مين؟ ار 1. ناقص اتش 2 سكوير يبقى الكورسبوندنج ليها مين؟ ار 2. بعوض هنا في المعادله باي في الكي، قسمت الكي على 24 في 60 في 60، ضربتها في ال H1 سكوير 22 ونص، 22 سكوير ماينس 20 سكوير على لين. لازم نحافظ على الترتيب، طالما دي الاول يبقى الار دي هي اللي فوق، 60 على 15 طلع معانا كيو بتاع الويل مش منسين 0.066 متر كيوب بير سكند، وده كان المطلوب الاول. يبقى معلوميه اي نقطتين على الكيرف معلومه عندهم البعد عن الويل قد ايه اللي هنسميه الار، والدرو داون او الاتش سمول قد ايه، اقدر اطبق في الايكويشن على طول واحسب اي حاجه ناقصه عندي. انا هنا كان اللي ناقص عندي كيو ويل، حسبنا مين؟ حسبنا الكيو ويل. طب المطلوب الثاني، المطلوب الثاني بقى خلاص احنا اتفقنا طالما هي لازم تكون معادله في مجهول واحد. لو انا عندي بس مجهول في اي نقطه مش معلومه عندها الاتش، يبقى بمعلوميه الار اللي عندها اقدر اجيب الاتش. طب عايز اجيب الار، يبقى معلوميه الاتش اللي عندها اقدر اجيب مين؟ اقدر اجيب الار، تمام؟ طيب انا دلوقتي بقى هنعكس بقى دلوقتي، انا معايا الكيو ويل حسبتها من الخطوه الاولانيه، هو ايه اللي عايز الهايت اوف ووتر افتر بامبنج ات ذا ويل اللي هو مين؟ اللي هو الاتش سمول. طب الاتش سمول الكورسبوندنج ار ليها مين؟ اللي هي مين؟ الار بتاعت الويل. طيب اخد بقى اي نقطه معلومه عندها، اي نقطه ثانيه معلومه عندها مين؟ معلومه عندها الاتش ومعلومة عندها الار. مثلا اخدت النقطه الاولانيه كان الاتش عندها ب 22 والار ب 60، هطبق المعادله عادي جدا بمعلوميه الكيو بتاعتي ما انا لسه حاسبها، اقدر اجيب مين؟ اقدر اجيب الاتش سمول طلع معانا تقريبا ب 11 متر. طب تعالى نشوف المطلوب الثالث، المطلوب الثالث عايزني احسب الريديوس اوف انفلونس الار كابيتال. يبقى الار كابيتال الكورسبوندنج اتش ليها مين؟ اللي هي الاتش مين؟ الاتش كابيتال اللي هي كام في المساله؟ كانت 25. يبقى برضه هطبق المعادله ثاني وانا عارف الكيو ويل،
ناقص لي مين مش عارفه، مش نا... يعني ناقص لي الار كابيتال اللي هي الريديوس اوف انفلونس، الكورسبوندنج اتش ليها 25، معلوميه اي نقطه انا حاسب عندها او عارف عندها الاتش وحاسب عندها او عارف عندها الار، اقدر اطلع الار كابيتال بتاعي او الريديوس اوف انفلونس طلع معانا تقريبا 615 متر. نيجي لاخر مساله عندنا في النهارده عندنا في الشيت، المساله رقم 5. المساله دي بتقول ايه؟ بتقول انا عندي ويل في سكرينه، السكرينه دي الدايمتر بتاعها 20 سنتي وفيها بيرفوريتد اريا 35% من التوتال سيرفيس اريا بتاعتها اللي هي بتاعت السكرينه، وبيقول لي ان الفلو اللي عندي فلو داخل السكرينه بمعدل 3398 لتر بير مينت، كالكوليت اتس ريكوايرد لينث ات هيد لوس اوف 22 او 2.5 سنتي، معلومه او بمعلوميه ان انا الهيد لوس ده انا حاسبها من المعادله 1.5 في سكوير اوفر 2 جي، حيث ان البي دي هي الفلوستي بتاعت الووتر اللي داخله السكرين. طب تعالى نقف شويه كده. طبعا احنا عارفين ان الويل بتاعي المايه ما بتخشش من اي حته، انا بيبقى عندي كيسنج من الجنب كده حديد والميه مسموح انها تخشها من تحت فقط. ليه؟ عشان تحت فقط انا بحط سكرينز، مش اي حاجه شايلها الميه تخش، انا بحط سكرينز عشان سكرينز عشان تعدي لي الميه وما تعدليش مثلا السويل، ما تعدليش اي حاجه، تمام؟ وبالتالي في اخر الويلز من تحت بحط سكرينه، السكرينه دي الديامتر بتاعها كام؟ 20 سم. المفروض ان انا هو طالب مني ان انا احسب هنا يا باشمهندسين، احسب طول السكرينه دي بمعلوميه ايه؟ بيقول لي والله في هي السكرينه دي لو كلها مصمطه ما فيهاش فتحات يبقى ما مش هتخش لي، تمام؟ عشان كده بيبقى فيها نسبه بيرفوريتد اريا عشان الميه ايه؟ الميه تخش. النسبه دي قد ايه؟ 35% من التوتال سيرفيس اريا. طب الميه بتخش السكرينه دي ازاي؟ بتبقى عموديه على الاريا بتاعت السكرينه. انهي اريا؟ هي الاريا السطحيه او الاريا الجانبيه اللي هي باي دي في ال. عشان كده هو طالب مني احسب مين هنا؟ احسب ال بتاعتي، تمام؟ بمعلوميه ايه؟ بيقول لي والله انا عندي الفلو بتاع اللي داخل السكرينه دي 3398 لتر بالمنت، ومعلوميه حاجه ثانيه ان في حاجه اسمها الهيد لوسز، نتيجه ان الميه بتخبط في السكرينه دي فبيحصل ايه؟ بيحصل لوسز. طب هو اللوسز ده احسبها لي من فين؟ قال لك المعادله 1.5 في سكوير اوفر 2 جي، حيث الفي دي الفلوستي بتاعت الميه اللي داخله السكرين. طيب تعالى كده من اول حاجه كده يعني ناخد الجمله الاخيره دي مع ال 2.5 اللوسز. لو انا خدت ال 2.5 اللوسز وعوضت بيها في المعادله هحسب مين؟ هحسب الفي سكرين، يبقى هحسب الفلوستي بتاعت المايه اللي داخله مين؟ اللي داخله سكرين، تمام؟ طيب احنا اتفقنا ان الاريا العموديه على اتجاه الدخول المايه هي الاريا الجانبيه، تمام؟ طيب القانون بتاع بيقول ايه؟ ان الكيو بتساوي ايه يا باشمهندسين؟ اللي احنا خدناه في الكونتينيوتي، ان الكيو بيساوي ايه؟ الكيو بيساوي ايه في في؟ الاريا البربنديكولر مضروبه في مين؟ في الفلوستي. طيب انا حسبت الفلوستي وانا مديني جيبن في المساله مين؟ مديني الكيو. ناقص لي مين يا باشمهندسين؟ ناقص لي الاريا. هل الاريا كلها؟ لا، انا ناقص لي بس مين؟ الطول بتاع السكرينه. طب الاريا اللي المفروض هتخش منها الميه عباره عن ايه يا باشمهندسين؟ يبقى تعالى نكتب كده القانون بتاعنا، او الاريا المفروض ان الميه تخش منها عباره عن ايه؟ عباره عن اريا جانبيه باي دي سكرين اللي هي باي دي في ال ال، بس كده؟ يعني هل الاريا بتاعتنا تبقى باي دي في ال؟ لا، كده الميه مش هتخش. عشان كده بعمل ايه؟ بعمل فيه برسنتج من البورز، نسبة فتحات معينة عشان الميه تخش، تمام؟ يبقى باي دي في ال في 35 على 100، يبقى انا حسبت مين؟ حسبت ايه؟ الاريا. طب تعالى كده نعوض بقى في اللي احنا سائلينه من شوية، ان المفروض ان الكيو بيساوي الايه في الفي، اذا الفيلوستي بتساوي ايه؟ بتساوي الكيو على الاريا، تمام؟ انا معايا الكيو ومعايا الفيلوستي والاريا لسه حاسبها من شويه 0.22 مضروبه في ال سكرين، يبقى المجهول الوحيد عندي هو مين؟ هو ال سكرين. اقدر احسب ال سكرين وتطلع معايا 0.45 متر، يبقى ده طول السكرين اللازم عشان يقدر يدخل لي فلو بمقدار 3380 لتر بير من، تمام؟ يبقى كده يا باشمهندسين احنا كده خلصنا اساينمنت رقم 2 الخاص بالجراوند ووتر والويلد، ان شاء الله هيبقى تسليمه الاسبوع الجاي باذن واحد احد، ولو في اي استفسارات يا ريت تسيبوها في الكومنتس. شكرا يا باشمهندس.